السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ نشرتنا من الموريتانية بالعناوين. وزارة المالية تطلق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الفقر والبيئة في موريتانيا. حجاجنا الميامين يبدأون في العودة إلى أرض الوطن مع وصول الفوج الأول إلى مطار نواكشوط الدولي. بلادنا تخلد من مدينة بوغي اليوم العالمي للأغذية تحت شعار الزراعة الأسرية تغذية العالم والحفاظ على الأرض. أهلا بكم جميعا. أشرف وزير المالية صباح اليوم في نواكشوط على انطلاق أعمال المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الفقر والبيئة بموريتانيا المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. جرى الحفل بحضور وزراء الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصحة، المياه والصرف الصحي، الصيد والاقتصاد البحري، إضافة إلى عدد من ممثلي القطاعات المعنية. بعد تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع دمج الفقر والبيئة اللذين تم إنجازهما خلال الفترة 2017-2012، بيّن المشروع العلاقة بين الفقر والبيئة، وذلك من خلال دراسة تأثير تدهور الوسط البيئي على الفقر. وعلى ضوء ذلك واستكمالاً لمسلسل إدماج مقاييس الفقر والبيئة في المخطط الوطني الثالث لإطار مكافحة الفقر ومشروع قانون الإطار الجديد للبيئة، يأتي انطلاق المرحلة الثالثة من هذا المشروع. وزير المالية السيد تام جنبار ألقى كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها أن أهداف هذه المرحلة من المشروع هو تقوية القدرات الوطنية لدمج أهداف الفقر والبيئة في مسلسل المخططات ووضع الاستراتيجيات والسياسات والميزانيات الوطنية، وستعمل الحكومة مستقبلا، يقول السيد تام جنبار، على مساعدة المؤسسات الوطنية لتفعيل الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر والاستراتيجيات ما بعد الإطار الاستراتيجي ومساعدة القطاعات المركزية كالتنمية الريفية والصناعات الاستخراجية والصيد والمياه في إطار عمل مبرمج يهدف إلى وضع المبادرات والاستثمارات والطرق المؤسسية الضرورية للدمج الفعلي للبيئة ومكافحة الفقر. وبدورها ألقى ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد جوزي ليفي كلمة أشار فيها إلى أن الحضور المتميز للحكومة بحفل انطلاق نشاطات المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الفقر والبيئة يعكس الاهتمام الخاص الذي تليه موريتانيا لمجال التنمية المستدامة. وكان المدير الوطني لمشروع مبادرة الفقر والبيئة بموريتانيا السيد إبراهيم العبد الله الرافع قد قدم عرضا عن تاريخ ومسار تنفيذ المشروع، موضحا أن فترة إنجازه تدوم 4 سنوات وتضم عدة نشاطات استراتيجية مصنفة على أنها ضرورية لإكمال مسلسل إدماج مقاييس الفقر والبيئة في نظام المخطط الموريتاني. عاد إلى نواكشوط الفوج الأول من حجاجنا بعد أداء فريضة الحج للعام الهجري 1435، واستقبل الفوج الذي يصل عدده 300 حاج من قبل وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وعدد من مسؤولي القطاع. على مدرج مطار نواكشوط هبطت الطائرة التي تحمل طلائع أفواج حجاجنا الميامين. إنه الفوج الأول يعود إلى أرض الوطن، وكان في استقبالهم عند سلم الطائرة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي محاطا ببعض معاونيه. عابدون حامدون آئبون بوجوه مستبشرة من الله عليها بنعمة أداء ركن من أعظم أركان الإسلام. السفر فتبارك الله ما رأينا فيه ما هو الخير، إلى عدوا الباصات يوقفونا ونمشي ونعدلوا ناسقنا كاملين ونرجعوا وهيش وفتبارك الله. نحمد الله اللي أعاننا على أداء هذه الفريضة، وبعد نحمد فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز جزاه الله خيرا وارجو له بطانه صالحه. حال زين ما شاء الله، ولا رينا مكدر ولا باس علينا وجينا ما شاء الله، وعدل بحالنا نزيه معلومه ولا اطلب فينا شيء، ويعمركم ويعمر دولتنا ويكبر مقدارنا ومقداركم في الدنيا وفي الاخره. حجاج يحملون فرحتين
فرحتهم بأداء حج مبرور وذنب مغفور، وفرحة بالعودة إلى أحضان الأهل والوطن، فتوحدت مشاعرهم بالحمد والثناء والدعاء. حجينا فتبارك الله، وطفنا فتبارك الله، واعتمرنا ووادعنا الحمد لله البيت من فضل مولانا، وجينا مولي لهن الحمد لله بالسلامه نحكمهم بالسلام ان شاء الله، ويفتح لنا وعليهم ويرحم حالنا وحالهم رجعنا، فالله الكريم مولي الثاني وزين ديننا ودينهم ويجعلنا ويجعلهم المتقين ان شاء الله. هذا راجل من العدل بقرون قالوا شيخنا ولد الطالب ومعاه اسرته، ومؤكد لك من دولتنا لعدلتنا للحج يقير. شوف طلعتنا عند الحرمين صلينا 45 صلة، ودارونا في الكيران وجابونا المكة المكرمة. لا نقول لكم عن هذا الموسم، الحمد لله هذا العام مر بسلام شيئا ما، إلا أنه كان فيه قدر من المشاكل خاصة من الناس المقيمة في 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 السعودية، شكلوا علينا ضغط متين خاصة أيام منى وعرفة، وعندنا مشاكل ثقيلة حتى جدا في هذا اللي قال له المصاعد اللي هو الأسانسير. الاستقبال الرسمي للحجاج وتسهيل عملية الخروج إجراءات تتطلبها لحظة عناق الأهل والأحبة، كما تستدعيها متاعب الرحلة التي لولا المعاني الروحية لأجواء مكة والمدينة المنورة ما نسي هؤلاء الحجاج ما لاقوه من مشقة، وأنهم قضوا أياما عدة قليلا من الليل ما يهجعون. اختار قطاع الزراعة مدينة بوغي بولاية البراكنة لتخليد فعاليات اليوم العالمي للأغذية تحت شعار الزراعة الأسرية تغذية العالم والحفاظ على الأرض. تميز تخليد هذا الحدث بتنظيم حفل ترأسه وزير الزراعة بحضور وزيري الصحة والبيئة والتنمية المستدامة والسلطات الإدارية والأمنية بالولاية. الزراعة الأسرية غذاء للعالم وحماية للكوكب، تحت هذا الشعار خلدت بلادنا اليوم العالمي للتغذية على غرار المجموعة الدولية. نسخة هذا العام احتضنتها مقاطعة بوغي بولاية البراكنة، سعي من السلطات العمومية إلى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين القاطنين في المناطق الزراعية، إضافة إلى إطلاعهم على مختلف التقنيات الزراعية التي تساعد في تحسين الإنتاج. وزير الزراعة ألقى كلمة بالمناسبة أوضح فيها الأهمية التي تليها الدولة لتطوير الزراعة، مبينا الجهود التي بذلت في هذا الإطار. إن اعتماد سنة 2014 من طرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سنة دولية للزراعة الأسرية، والذي يوافق اعتمادها سنة للزراعة من طرف الاتحاد الإفريقي الذي يرأسه صاحب الفخامة الرئيس محمد عبد العزيز، يستدعي منا جميعا دعم هذا النمط من الزراعة من خلال اعتماد سياسات زراعية بيئية واجتماعية تكرس استدامة وتطور الزراعة الأسرية، وهذا ما يعكسه مستوى التمثيل الحكومي في هذه التظاهرة. تتميز الزراعة والتنمية الحيوانية ببلادنا بكونهما تعتمدان أساسا على نمط الأهلي التقليدي، سواء تعلق الأمر بالتقنيات الزراعية المتبعة من طرف المزارعين أو تعلق بالتنمية الحيوانية التي تعتمد الانتجاع دعامة أساسية لها. عمدة بلدية بوغا السيد جاها مادي هاشميو شكر باسم السكان الدولة على احتضان البلدية لانطلاقة الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للتغذية، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة على إشراك كافة المواطنين في المجالات الحيوية التي تخدم مصالحهم المادية والمعنوية، شاكرا منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة على ما قدمته من دعم فني لمزارع البلدية. من جانبه قرأ ممثل منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة في بلادنا سيد إتمان ميرافلي رسالة المدير العام للمنظمة التي أشار فيها إلى الجهود التي قامت بها المنظمة في العديد من دول العالم الرامية في مجملها إلى مساعدتها في مجال تطوير الزراعة، مذكرا في هذا الصدد بالمساعدات التي قدمت لموريتانيا خاصة المتعلقة منها بالمعدات الزراعية الحديثة، إضافة إلى البوزير التقليدية التي استفادت منها عدة ولايات زراعية. فعاليات اليوم العالمي للتغذية في بوغي تميزت بتوزيع جوائز نقدية على رئيسات التعاونيات النسوية الزراعية العاملة في مجال الإنتاج الزراعي، كما تميزت الفعاليات بتنظيم معرض حول المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية في البلاد. الوفد الوزاري تلقى شروحا عن هذا المعرض تناولت مختلف العينات المعروضة التي تنفرد بها البلاد عن غيرها من الدول.
من مقاطعة بوغي بولاية البراكنة يعقوب الصوفي الموريتانية. ونبقى في الولايات الداخلية، حيث تفقدت وزيرة البيطرة صباح اليوم مزرعة محمودة التابعة لمقاطعة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي. كما عقدت الوزيرة اجتماعا مع المنمين تم خلاله استعراض المشاكل المطروحة والإجراءات المتخذة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية. من أجل الاطلاع ميدانيا على الحالة الرعوية في المناطق الشرقية وسير عمل المصالح الفنية التابعة لقطاعها، استهلت وزيرة البيطرة السيدة فاطمة بنت حبيب زيارتها لولاية الحوض الشرقي بتفقدها المزرعة النموذجية لتحسين سلالات الأبقار في محمودة. هنا تعرفت السيدة الوزيرة على الظروف الفنية التي تكتنف سير عمليات التلقيح الاصطناعي وطاقتها الاستيعابية، وحثت القائمين على المزرعة على مزيد من العمل من أجل إقناع المنمين بأهمية التحسين الوراثي. كما زارت وزيرة البيطرة مصنع الألبان قيد الإنجاز ومسلخة عاصمة الولاية، وتعرفت ميدانيا على الظروف الصحية التي تتم فيها عمليات ذبح. بعد ذلك تراست الوزيرة اجتماعا بمباني الولاية، حضرت السلطات الإدارية والبلدية وتنظيمات المنمين، تحدثت خلاله عن السياسة المتابعة من قبل الحكومة من أجل النهوض بهذا القطاع عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية. بلقتكم تحيات فخامة الرئيس محمد عبد العزيز، وتحيات معالي الوزير الأول يحيى الحدمي، وهذا القطاع لأول مرة وكونت والله وشكلت الوزارة خاصة به، وهذا يدل على اهتمام السلطات العليا بهذا القطاع اللي من مذاله أهل المعنيين به يطالبوا لأنه يعود عنده وزارة خاصة، ولله الحمد رأيها عاد عنده وزارة خاصة ليتعود معاكم باتصال مباشر لاستماع لمشاكلكم ونقاشها ويجادلها إن شاء الله في تبادل الآراء للحلول المناسبة. كل حلول تقول تعود طرحها ما هو واحد في الوقت، في شيء مستعجل لابد من تدخل مستعجل إياك لأنه يجادل حل، في شيء قد يعدل في المدى المتوسط وفي شيء يعدل في المدى البعيد. المهم إن إحنا كاملين عود عندنا هدف واحد هو نمو بهذا القطاع ويصالوا المكانة الاقتصادية المناسبة اللي يا الله يحتل في اقتصاد الوطن. مداخلات المنمين تمحورت أساسا حول ضرورة تكثيف حملات التلقيح من أجل حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الأكثر شيوعا، هذا فضلا عن توفير علف الحيوان والأدوية البيطرية. ونعود إلى نواكشوط، حيث أدت وزيرة الشباب والرياضة اليوم زيارة للمركب الأولمبي من مقاطعة تفرغ زينة. وعقدت الوزيرة في نهاية الزيارة جلسة عمل مع الموظفين والعمال، حثتهم خلالها على الانضباط والمحافظة على هذه المنشأة الرياضية المهمة. ضمن زيارة الاطلاع والتفقد التي تقوم بها وزيرة الشباب والرياضة للمصالح والمؤسسات والإدارات التابعة لقطاعها، أدت الوزيرة زيارة ميدانية لهيئة المركب الأولمبي التي تعد إحدى أكبر المنشآت الرياضية ببلادنا. الوزيرة تفقدت خلال هذه الزيارة المكاتب الإدارية والقاعات الرياضية المتنوعة والمعدات والتجهيزات الفنية قبل أن تتجول في مختلف أجنحة وغرف فندق المركب الأولمبي. وخلال محطات الزيارة تلقت الوزيرة شروحا مفصلة حول المهام الحيوية التي يطلع بها المركب الأولمبي في استضافة الأحداث الرياضية المحلية والدولية واحتضان عدد كبير من الاتحادات والجمعيات والنوادي الرياضية. الوزيرة عقدت في ختام زيارتها الميدانية جلسة عمل مع عدد من موظفي وعمال المركب الأولمبي، حثتهم خلالها على الانضباط في العمل والمحافظة على حسن سير هذه المنشآت الهامة. وفي نهاية زيارتها التفقدية أكدت وزيرة الشباب والرياضة على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز للشباب والرياضة من خلال خلق قطاع مستقل بهما، مشيرة إلى أن قطاعها لن يلو أي جهد في سبيل دعم وترقية الأنشطة والتظاهرات والفعاليات الرياضية والشبابية عبر برنامج طموح تم إعداده لهذا القرض.
انطلقت صباح اليوم بالعاصمة إشغال ورشة تشاورية حول مشروع قانون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لصالح بعض منظمات المجتمع المدني. اشرفت على افتتاح هذا اللقاء مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين وممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. بمشاركة العديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني انطلقت أعمال الورشة التشاورية حول مشروع قانون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وستسمح النقاشات والحوارات المفتوحة بتدارس بنود هذا القانون وإبداء الملاحظات حول مختلف جوانبه وأبعاده. مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيدة عائشة متمحيحم ذكرت خلال إشرافها على انطلاق هذه الورشة بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز لترقية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذه الورشة ستمكن المشاركين فيها من تبادل الآراء والخبرات بغية دعم قدرات المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وخاصة تلك الناشطة في مجال الوقاية من التعذيب، سعيا إلى تمكينها من مواكبة مختلف مراحل إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وفي هذا الصدد تدخل فعاليتنا اليوم وهي تمثل مرحلة هامة في مسار بلادنا الرامي للوقاية من التعذيب، بدءا بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، ومرورا بوضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب. إن هذه الجهود المعتبرة ما كان لها أن تتحقق لولا الإرادة السياسية الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، التي شكلت مرتكزا قويا لمختلف القرارات النوعية في التعاطي مع كل الملفات ذات البعد الحقوقي، وهما ما تسعى حكومة معالي الوزير الأول السيد يحيى الحدمي إلى تكريسه من خلال السياسات والبرامج الاجتماعية والتنموية التي تنتهجها. وكان ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تحدث عن أهمية انعقاد هذه الورشة وما ستتيحه من فضائل النقاش حول قانون الوقاية من التعذيب ومختلف الجوانب المتعلقة بهذا المجال. وشدد المسؤول الدولي استعداد هيئته لدعم جهود الحكومة الموريتانية في مجال حقوق الإنسان. وقد تابع المشاركون في الورشة عدة عروض، كان من بينها العرض المقدم من قبل مدير حقوق الإنسان في المفوضية السيد الشيخ طراد والعبد المالك، والذي تطرق إلى حيثيات مشروع الوقاية من التعذيب وشهود بلادنا في مجال احترام مبادئ حقوق الإنسان. اختتمت بنواكشوط أشغال المؤتمر السادس للتعاون الفرنسي الموريتاني في مجال اللامركزية، وقد مكنت أعمال اللقاء التي دامت يومين من تبادل الخبرات ومناقشة مختلف المواضيع المرتبطة باللامركزية كدور الشباب في التنمية المحلية وإشراك القطاع الخاص في النمو الاقتصادي المحلي والتشغيل. اليوم الثاني والأخير من فعاليات المؤتمر السادس للتعاون الموريتاني الفرنسي في مجال اللامركزية كان حافلا بأنشطة الورشات التي توزعت بين مجموعات خصصت لمناقشة المحاور المتعلقة بتعزيز اللامركزية، حيث قدم ممثل المجموعات المحلية رؤيتهم للطرق المثلى من أجل النهوض بمجموعاتهم، فيما عرض نظرائهم الفرنسيون تجربتهم في هذا الإطار. أنا مريم من تعالين، جاي من بلدية جدر محقن، جاي في الورشة اللي هي وورشة التقاع حكم الجملاج بيننا احنا والفرنسيين، ونقطنا الأساسية هي ارتباط الدول الثنتين، يعودوا مرتبطين بكل ما هو معني به موريتانيا من التكوين ومن الأمن. هذه الورشة اللي نحن فيها كنا حالا هي ورشة حول موضوع التنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الاقتصادية المحلية كنت قلتوا هي أساس اللامركزية، لأنها تعني التنمية الاقتصادية المحلية بالنسبة للسكان اللي مهم عندهم يجبروا مشاريع تعدل لهم اقتصادية تعود تعنيهم هم في محلهم وتعود تعني السكان ويقوم بتنفيذها السكان المحليين بالتعاون مع السلطات البلدية ومع الشركاء الدوليين. وكحصيلة للعمل المشترك توصل المشاركون في المؤتمر إلى جملة من التوصيات سيكون لها الأثر الإيجابي في تطور العلاقة بين المجموعات المرتبطة بشراكة.
الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية نوه في كلمة اختتام المؤتمر نيابة عن وزير الداخلية نوه بالنتائج التي توصل إليها المشاركون، لا سيما لجهة دور الشباب في التنمية المحلية وإشراك القطاع الخاص والمقاولات في النمو الاقتصادي المحلي وفي التشغيل، وهي المبادئ نفسها التي عبر عنها رئيس رابطة العمد الموريتانيين في كلمته بالمناسبة، بالإضافة إلى رئيس منظمة المدن المتحدة الفرنسية الذي أبدى هو الآخر استعداد بلاده لدعم الجهود المبذولة في موريتانيا في هذا المجال. وإلى عاصمتنا الاقتصادية نواذيب، التي احتضنت صباح اليوم أعمال ورشة جهوية حول نشر الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. ويستفيد من هذه الورشة المنظمة من قبل قطاع الشؤون الاقتصادية والتنمية ممثلون عن المنتخبين وهيئات المجتمع المدني بالولايات الشمالية. 50 مشاركا يمثلون منتخبي وهيئات المجتمع المدني في ولايات داخت وذيب أدرار شيري وترزمور، يجمعهم هذا اللقاء بمنطقة وذيب الحرة لتدارس أبعاد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. وسيتعرف المشاركون من ولاياتنا الشمالية خلال هذا اللقاء الجوي المنظم من قبل قطاع الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة على كل مضامين هذه الاستراتيجية من أجل إثرائها وبلورة تصور مشترك يعمل على نشر الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتعميمها. ولولاية داخت وذيب سيد محمد فالو الأحمد يورا أكد أهمية هذه الاستراتيجية التي تعتمد على مقاربة تشاركية يعول عليها في الحصول على قاعدة بيانات تحدد الأسر الضعيفة والمحتاجة من أجل توجيه تدخلات الدولة لفائدة هذه الشريحة من المجتمع. لقد عرفت السنة الماضية منعطفا جديدا في العمل الاجتماعي في بلادنا، لقد تم اعتماد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية تهدف إلى توحيد جهود كافة المتدخلين في المجال الاجتماعي واعتماد مقاربات جديدة لمحاربة التهميش والفقر، وهي الاستراتيجية التي استوحت مضامينها من روح التكافل الاجتماعي التي يحض عليها ديننا الإسلامي الحنيف وتقاليد التضامن الاجتماعي الراسخة في مجتمعنا الموريتاني ومبادئ الإنصاف التي تعتمدها المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. تركز المحاور الأساسية الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية على الأمن الغذائي والتغذية البيئية والتغيرات المناخية، الصحة والتعليم، الضمان الاجتماعي والتشغيل، التوظيف، تحسين إطار المعيشة، المساعدة الاجتماعية وتقية المجموعات الأكثر هشاشة. مع عمدة بلدية وذيب سيد محمد المعطلة فقد رحب باسم ساكنة البلدية باستضافتها لهذا النشاط الذي يسعى إلى ترقية السياسة الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية. يسرني أن أرحب بكم في افتتاح هذه الورشة الجهوية المنعقدة تحت شعار ترقية الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي يشارك فيها ممثلون عن ولايات الشمال أدرار ترزمور وإنشيري. ونحن إذ نعلق آمالا جساما على نتائج هذه الورشة، لنتمنى لجميع المشاركين مقاما سعيدا وأن تكلل أعمال هذه الورشة بالتوفيق والنجاح. وكان قطاع الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض في بداية هذا اللقاء المحددات الأساسية لهذه الاستراتيجية وما تسعى إلى تحقيقه في مجال التخفيف من معاناة الأسر الضعيفة عن طريق حصولها على مستلزمات الحياة الكريمة. ونبقى في مدينة وذيب، حيث ترأس والي الولاية سيد محمد فالو الأحمد يورا صباح اليوم اجتماع اللجنة المحلية للأمن البحري والموانئ، وتطرق الاجتماع لاستعراض وتشخيص جميع المشاكل المطروحة لكل الهيئات المعنية واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز الأمن البحري والموانئ. وتضم اللجنة المحلية المذكورة ممثلين عن معظم القطاعات الأمنية والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع البحري. تتواصل لليوم الثاني على التوالي عمليات تسجيل الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية العلوم والتقنيات، وتزامن افتتاح العام الجامعي الجديد مع تحول الكلية إلى بنايتها الجديدة، حيث ركزت رئاسة الجامعة على توفير كافة الظروف الملائمة للتسجيل وتلقي الدروس في جو جامعي مريح.
كلية العلوم والتقنيات التي تستقبل الطلاب لأول مرة في بنايتها الجديدة البعيدة نسبيا عن المدينة شرعت مصالحها المختصة في تسجيل الطلبة الذين تتوفر فيهم شروط القبول المنصوص عليها في النظام الداخلي للجامعة. وقد وضعت مصلحة الشؤون الطلابية خطة عمل حديثة تراعي فيها حسب المسؤولين عوامل السرعة والتنظيم والدقة. بما أنها جامعة جديدة عندنا نعدل ابتكارات منها أولا هذه السلسلة اللي قلنا عن الطالب، كان الطالب يطرح ملفه ويعطي أسبوع والله أسبوعين ما أجبر إفادة التسجيل ولا أجبر كارت اتجاه، يقعد هنا اكتظاظ كل ساعة يسول ذلك الطالب عنده منين يجينا نعطوه إفادة التسجيل ونعطوهم الأخرى معلومات عن الجامعة، شن هي ذيك الجامعة، شن هي الدروس اللي نقراو فيها، شن هي الخطط المتبعة فيها، شن هم القوانين، فم دليل طالب نعطاه في جميع المعلومات عن 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 عن, عن, عن المؤسسة. تتكون كلية العلوم والتقنيات في ثوبها الجديد من 70 مختبرا مجهزا باللوازم الضرورية وأكثر من 30 قاعة للدروس الموجهة وثمانية مدرجات، سبعة منها مخصصة للدروس العلمية وواحد للمحاضرات، إضافة إلى أقسام ومنشآت أخرى حيوية. الجامعة ما شاء الله تبارك الله زينة، أجبرنا مشاكل في التسجيل، بالناقل مشينا الصباح قسنا الوقفة البيس وركبنا وجينا هنا وجينا وقفنا في فرانك لارا سجل وهم واصلين مازلنا عملية التسجيل. أنا ساكن في تيارت وكل كارفور ما شاء الله عنده بيسين كبار، الناقل متيسر ما شاء الله وجامعة زينة متحضرة ما شاء الله. لو ريستوران ما فات وجهت قالوا السكن المدي ما فات يجهز لنا. ضمانا لتوفير النقل بين قلب المدينة والكلية ذهابا وإيابا وضعت الجامعة بموجب اتفاق وقعته مع شركة النقل العمومي عددا من الباصات في خدمة الطلاب والموظفين تتولى نقلهم مجانا. البسات بعد اتفاق مع جامعة نواكشوط توافقوا انهم تعود ميسرة من 28 بيس على شتى الخطوط ان تنقل هاي الطلاب هاي الجامعة اللي البعيد، وعلى الاساس كان اليوم الاول يوم الانطلاق اللي كانت النقاط اللي مبرمجة اللي نحن متواجدين فيه كرفورات كاملين متواجدين فيهم البسات اللي جاتهم يقسوا. اطلالة الكلية على الشاطئ وتعدد الفضاءات الخضراء وتصميم المبنى عوامل قد تشجع الطلبة على المذاكرة والبحث وضبط المعلومات بعيدا عن صخب المدينة. في إطار الأسبوع التضامني مع الزميل إسحاق والمختار الذي مضت سنة على اختفائه في الأراضي السورية، نظم اتحاد الصحفيين الموريتانيين الشباب وقفة تضامنية مع الزميل إسحاق أمام مبنى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنواكشوط. وقد شارك في هذه الوقفة عدد من الزملاء الصحفيين وبعض أعضاء اللجنة الموحدة المكلفة بالمتابعة والتنسيق في قضية الزميل إسحاق والمختار. وطلب رئيس اتحاد الصحفيين الموريتانيين الشباب كافة الأطياف الوطنية ببذل المزيد من الجهود لتحقيق الإفراج عن زميل المختفي في سوريا منذ عام. ندعو كافة الفاعلين السياسيين وطنيا ودوليا أن يكونوا معنا في محنتنا هذه، ندعو رئيس الجمهورية على وجه الخصوص أن يكون معنا في هذه المحنة، أن يوجه دبلوماسية الموريتانية في هذه القضية حتى تكون لها يد فيها. ندعو الحكومة الموريتانية البرلمان بشقيه، ندعو الطيف الحقوقي في هذه البلاد وخارجها، ندعو كذلك المجتمع المدني أن يكون معنا في هذه المحنة. نتحول إلى جديد الرياضة والزميل محمد الحسن. شكرا زميلي فتن والسلام عليكم. نبدأ نشرتنا الرياضية بأخبار المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 سنة الذي سيواجه ظهر الخميس القادم نظيره القطري في ثاني وآخر مبارياته ضمن منافسات بطولة كأس العرب للناشئين المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة. ويحتاج منتخبنا الوطني في لقائه القادم من أجل الدخول في حسابات التأهل للدور النصف النهائي يحتاج إلى الفوز على منتخب البلد المضيف وفوز قطر على جيبوتي أو تعادلهما في اللقاء الأخير.
وكان ناشئ المنتخب الوطني قد تعرضوا في المباراة الافتتاحية للبطولة العربية مساء أمس للخسارة بنتيجة 4-3 أمام منتخب جيبوتي. وسيستفيد المنتخب الوطني من خدمات لاعبه الموهوب الحسن التجدي الذي غاب عن المواجهة الأولى أمام منتخب جيبوتي، والذي بدأ في المشاركة مع الفريق خلال تدريباته التحضيرية للمواجهة القادمة. ومن شأن عودة الحسن تجدي إلى صفوف المنتخب أن تساهم في تدعيم خط وسطه الذي عانى من اختلالات طفيفة خلال لقاء الأمس، إضافة إلى الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الدفاع والحارس التي أدت إلى تسجيل أهداف الأربعة للمنتخب الجيبوتي. أعرب اللاعب الجديد لنادي تفرغزينة والسابق لجمعية سلا المغربية قرمقم موسى تراوري عن سعادته الكبيرة بعودته للعب في الدوري المحلي بعد عدة سنوات قضاها في الدوري المغربي، مشيرا إلى أنه سيعود إلى الاحتراف بعد نهاية الموسم الحالي دون أن يحدد وجهته القادمة. باسكو أنا جاي لتفرغزينة باسكو جي في 8 ans je suis professionnel الحمد لله، وارك جاي لبلادي وفرحان حتى في تفرق زينة باسكو يلعب دو مولي وناس يختاروا يتقدموا الحمد لله، فرحان بور ننزل هون بور مولي بريباري بور نمشي مره اخرى. بس سا سي ان كليب بور كليب تتقدم نوفو جوار يمرقوا بور لازانفا يادهم في جوارات لباس بهم مشكله يا بات كادر ما بور افانسي وفرحان حتى. وحول عدم استدعائه للمشاركه مع المنتخب الوطني الاول لكره القدم خلال لقائه الودي الاخير امام منتخب المغرب للمحليين، رغم معرفته الجيدة بكرة القدم المغربية كونه كان محترفا في الدوري المغربي، قال قرمقو أن الأمر عائد بالدرجة الأولى إلى خيارات المدرب مصطفى صل. باسكو جيت با ما كنت انتريني جي سوي با كومبيسيون سي بو سالا جي سي لانتريني ما با ابيلي مي سي لو شوا دو لانترينير اي تو سا مي جي سوي بري ا ليكيب ناسيونال اي توجور جي سوي افيك ليكيب ناسيونال وما شاء الله مع لو تان جي بريبار بور جوي كوب دافريك لوكو افيك ليكيب ناسيونال بور افانسي بور بارتي ا لوين ا كوب دافريك ان شاء الله سي سا مون اوبجيكتيف ان شاء الله موريتاني. ونبقى في اخبار لاعبي نجوم كره القدم الموريتانيه، حيث اكد اللاعب السابق المنتخب الوطني لكره القدم ونادي اف سي نواليبو تقي الله الدن انه قرر الانتقال من النادي البرتقالي اف سي نواليبو الى تفرغزينة بعد اطلاعه على برنامج وخطه الفريق خلال الموسم القادم، مشيرا الى انه سيعيش معه تجربه كرويه جديده جديره بالممارسه. السنة بقيت انا نبدل الاجواء ونبدل على تجربه جديده مع فريق تفرغزينة ومع اي فريق كنت مع في سن واليبو، فريق معروف، فريق محترف مولي، وما شاء الله ما قدرت معاه مشكله. ولا السنه بقيت انا نبدل الاجواء، واتصل بي مدير تفرغزينة وشرح لي اوبجيكتيفهم السنه شنو، وعجبتني الفكرة وعجبني مالي تخمامه في مستقبل الكرة الموريتانية، وبقيت أنا نعدل معاه السنة إن شاء الله. وقطعني بعد ماني بعد لأن بخير شيء ما عدته الفريق من كدو البطولات إن شاء الله. تقي الله الدن عاد غيابه عن المنتخب الوطني منذ الخروج من نهائيات الشان الأخيرة بجنوب افريقيا التي تعرض خلالها المنتخب الوطني الى 3 هزائم الى الاصابه وفقدان اللياقه البدنيه المطلوبه. غياب كيف غياب اللاعبين كاملين، اللاعبين رواقيش نعطبوا، جاتني فتره صعيبه فعلا نعطبت فيها وفقدت ياسر من امكانياتي. ولان عن ذاك يعود اثر على المنتخب ما شاء الله منتخب وطني، معناه انه اي لاعب يعود في المنتخب الوطني سياني انا سياني واحد اخر، معناه اني ان شاء الله بعد لا يعود المنتخب الا الفوق، وان شاء الله قال عني اني نرجع كما تعرفون رصد اقوى من تعرفون ان شاء الله. بعد تتويجه بلقب كاس السوبر على اثر تغلبه بنتيجه 2-1 على حساب نادي الكونكورد نهاية الأسبوع المصرم، طلب مدرب اف سي نواليبو حامل لقب الدوري الوطني الخاص بأندية القسم الأول من لاعبي نسيان التتويج والتحضير الجيد للموسم الرياضي القادم
الذي من المقرر أن ينطلق مساء السبت المقبل. وذكر مدرب الفريق لاعب الفريق بأحداث الموسم قبل الماضي قائلا: السنة التي وفزنا خلالها بكأس السوبر في مباراة مشهودة تغلبنا فيها على تبرغزينة، إلا أن بقية الموسم شهد الكثير من التذبذب فخسرنا من لازا كما أهدرنا نقاطا سهلة، والنتيجة ضيعنا البطولة. وكان النادي البرتغالي قد توج الموسم الماضي بكأس السوبر إضافة إلى لقب البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم، فيما فشل في الظفر بالكأس الوطنية الذي عاد إلى شيخ الأندية الكسار. ونحن بدورنا نعود إلى الزميل فتن لاستكمال بقية النشرة. إذن شكرا زميل محمد حسن. لم يبقى من النشرة للتذكير بالعناوين: وزارة المالية تطلق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الفقر والبيئة في موريتانيا. حجاجنا الميامين يبدأون في العودة إلى أرض الوطن مع وصول الفوج الأول إلى مطار نواكشوط الدولي. موريتانيا تخلد من مدينة بوغي اليوم العالمي للأغذية تحت شعار الزراعة الأسرية تغذية العالم والحفاظ على الأرض. في أمان الله.